ده كلام مهم جدا لمساندة فريق هو في قلب البطولة. هنشوف الزميل فاروق صلاح معاه الكابتن محمد إبراهيم بعد الفوز. كابتن محمد ابراهيم واحد من نجوم النادي الاهلي والمدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. نتكلم النهارده خطوه مهمه، خطوه ورا الثانيه لهدف البطوله. خلينا ابارك لك النهارده على الاداء وبارك لك على الفوز، والمباراه اللي جايه مباراه سبورتنج اعتقد خطوه مهمه ايضا ضمن المشوار البطوله باذن الله. طبعا الحمد لله بشكر ربنا وبشكر زمايلي وبشكركم على وجودكم ومنورينا. يعني الحمد لله مكسب مهم بناكد بيه على اداء الفرقه وعلى روحها وعلى الشده اللي بنلعب بيها. محمد بتكلم مع اللاعبين في امور مهمه جدا، خطوه بدايه النجاح بتبقى اوضه اللبس، الروح اللي موجوده والربط اللي ما بين اللاعبين الكبار واللاعبين الصغار، دي امر مميز جدا داخل النادي الاهلي، لكن الدور الاكبر بيبقى من الجهاز الفني وان انا اعمل الروح ده. انتوا بارعين في هذا الامر وده لامسينه مع اللعيبه، واعتقد دي بنجني ثماره بطوله ورا بطوله. والله طبعا الحمد لله، طبعا من قوام اي فرقه او اساسيات اي فريق ناجح ان هو لازم تبقى الامور جوه اوضه اللبس او بين اللعيبه هاديه ومستقره، وده بيجي بالتاهيل العدل. دي اهم حاجه ان انت كجهاز فني تحاول بقدر الامكان طبعا نحقق العدل بقدر الامكان، ندي كل واحد حقه، اللي بيصيب بنقدره، اللي بيغلط بيتعاقب، وكله في اطار اللوائح والنظام الموجود في النادي الاهلي. يعني الروح اللي مع مستر ديفيد ديفيز وشايفين الروح اللي عاملها روح الاسره والفريق الواحد ده اعتقد مهم جدا. تفاصيل كتير جدا يا كابتن محمد هي اللي بتوقف على البطوله، هي اللي بتوقف على منصات التتويج. اعتقد هو الامور دي كلها كجهاز فني انتوا قادرين تعملوها مع فريق النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، زي ما بقول لحضرتك كده طول الوقت ان انت بقدر الامكان كجهاز فني بتحاول تحقق العدل. مفيش حد بيعرف يحقق العدل المطلق طبعا، لكن بتجتهد ان انت تدي كل واحد حقه بغض النظر عن اسمه او سنه او جاي منين، المهم ان هو ينزل يقدم 100% ويبقى الاحترام متبادل بين اللعيبه وبعضها وبين الجهاز الفني واللعيبه واللعيبه والجهاز الفني. يعني اتكلم مع كاستيلو، اتكلم في نقطتين مهمين قوي، ان احنا خلاص نسينا بطوله السوبر، نسينا الدوري، نسينا الكاس، وبندي كل فريق احترامه وبنحضر لكل مباراه. اللعيب بيكتسب هذه الثقه والسمات اعتقد من الجهاز الفني، انكم تقدروا توصلوا هذه الامور للاعبين، هو ده اللي اعتقد الدور مهم جدا، وهو ده اللي لامسينه من اللاعبين في ارض الملعب. والنهارده الخميس، نسيناها من زمان قوي دي. لا خلاص طبعا، يعني الموضوع ده احنا بطوله السوبر خلصت يوم السبت، فرحنا السبت، لكن لحد بدانا في بطوله جديده خلاص بنحضر لها من دلوقتي، ماتش كل ماتش لوحده واحده واحده لحد ان شاء الله ما نوصل للهدف اللي ان شاء الله اللي احنا عاوزينه. البطوله الافريقيه وجمهور النادي الاهلي، يعني بقى لكم رصيد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، شايفين الروح اللي عاملها جمهور النادي الاهلي، شايفين لامسين الامر ده ازاي مع وجود جمهور النادي الاهلي، واللي انتم اكيد هدفكم ان انتم تفرحوه بكل بطوله، مش بطوله السوبر بس ولا الدوري ولا الكاس. والله يعني كلمة رصيد دي كبيرة قوي، أنا حاسس إن إحنا لسه يعني ما وصلناش للمرحلة دي إن شاء الله. يعني أنا هقطعك لأن أنا بفتخر إن إحنا يبقى عندنا العاليات دي جوه النادي الأهلي وفريق الهاند بول، أعتقد إحنا بنفتخر بهذا الأمر يا كابتن محمد. الحمد لله طبعا، يعني كرم من ربنا كبير جدا اللي إحنا عملناه لحد دلوقتي، لكن إحنا إن شاء الله باصين لحاجة أكبر من كده للنادي، حاجة فعلا النادي يستحقها، حاجة فعلا كانت ممكن تكون النادي فقدها السنين اللي فاتت، لكن إن شاء الله إن شاء الله بعون الله وتوفيق ربنا لينا إن شاء الله نحاول نرجع النادي لمكانته الطبيعيه، لان فعلا السنه دي النادي ما بخلش علينا باي حاجه، بدايه من الايمان بالمشروع وكل طلباتنا مجابه، حتى في بعض الاخفاقات لما حصلت الناس ما ثقتها فينا ما اتزعزعتش، فدي حاجه احنا مقدرينها جدا ولامسينها، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير والنادي بتاعنا وكل الناس اللي بتحب النادي. بعد المباراه النهارده اهم الامور اللي اتكلم فيها مستر ديفيد ديفيز مع اللاعبين واتكلمتوا معاه في اوضه اللبس بعد هذه المباراه، واكيد عندنا مباراه مهمه امام فريق سبورتنج. والله هو دايما احنا قبل كل مباراه ما بنبصش للخصم اللي بنلعبه، لا احنا بنبص لنفسنا ولادائنا، احنا شكلنا ايه، الشده اللي بنلعب بيها ايه، دفعنا ايه، هجومنا ايه، جرينا، روحنا جوه الملعب بغض النظر احنا بنلعب مين، واحترام الفريق اللي قدامك بيبدا من لعبك جامد. انت لو نزلت لعبت بتراخي او باستهتار ده دل على شده ان انت مش محترم الفريق اللي بتلعبه، وده شيء ما نحبوش وما نسمحش بيه جوه الملعب، ان انت الاحترام الفريق يبدا من انت تلعب جامد من اول سنه لاخر سنه عشان الفريق ما يحسش ان في اي تراخي او استهتار بيه. فده اللي احنا بنتكلم فيه قبل كل مباراه، بعد المباراه خلاص بنبارك للناس، بنفصل لمده اللي هي فتره الليل لحد بكره ان شاء الله ما نبدا تاني، نبدا نحضر لماتش سبورتنج اللي هو احنا اوريدي اتفرجنا عليه من ماتش ولا حاجه، وعندنا
ماتشات ليهم فيديوهات كتير وهنبدا نحضر ليه من بكره الصبح ان شاء الله. اخيرا يا كابتن محمد، بتفتقدوا لاعب بقيمه وتاثير علي زين، وشايف انا حاله الحزن والشغف ايضا اللي عند علي زين، كان نفسه يكون موجود، واعتقد خساره مؤثره، لكن اكيد قادرين ان انتوا توفروا وتجهزوا الفريق. بنفتقد علي زين، ولكن الفريق ان شاء الله قادر يكمل البطوله والوصول لمنصه التتويج. طبعا علي زين قيمه كبيره جدا واضافه لينا، واحد من ولاد النادي يعني، اللي هو المكان مش غريب عليه، بس يعني هي دي الرياضه. الاصابات دي حاجه كلنا مؤمنين بيها وعارفين انها بتحصل، فاحنا لازم نقبلها. طبعا علي زين خساره كبيره لينا، لكن كل اللي موجودين في الفرقه رجاله، ومش علي زين بس اللي متصاب برضه عشان ما ننساش حد عندنا في الفرقه. لاشين مصاب، فوكس مصاب، حميد مصاب، محمد ابراهيم مصاب، عندنا كذا اصابه تانية في الفريق، لكن كلهم رجاله وكلهم على قد المستوى. هو ده اللي احنا بنحاول طول الوقت نشتغل عليه، ان احنا نلعب على قيمه الفريق مش على قيمه العناصر. شلنا حد وحطينا حد يبقى الفريق اداؤه ما يتاثرش، وده اللي بقدر الامكان بنجتهد ان احنا ان شاء الله نوصل له. انا كنت اختم مع حضرتك لكن استوقفتني الجمله اللي قلتها، احنا بنلعب على قيمه الفريق ومش العناصر. اعتقد برضه هكررها لحضرتك، بنفتخر ان احنا تبقى الاليات دي موجوده عندنا جوه النادي الاهلي. بالظبط، انت الفريق اللي بيعتمد على لعيب، اللعيب ده ممكن ما يبقاش في يومه، ممكن يتصاب زي ما حصل، ممكن يحصل له اخفاق في حاجه، ممكن يكون من لاعب فرقه بتدافع كويس يدافع، فالطبيعي ان انت تبقى عندك انضباط جوه الملعب وسيستم بتلعب بيه بغض النظر عن الاشخاص اللي موجوده. اي واحد بينزل بيطلع، هو عارف دوره، لما ينزل في المكان ده هيعمل ده، لما غيره هينزل فيها هيعمل نفس الشيء. هو ده الانضباط، بحيث ان كله يبقى حافظ بعضه، ما بقاش حد بيتفاجئ بحركه حد، اللي الناس عارفه تجري امتى ترجع امتى، يجري ازاي، مين بيباص لمين. هو ده الانضباط اللي احنا عاوزينه، او السيستم اللي ان شاء الله بنحاول لسه بنبنيه جوه الفريق وجوه النادي يعني. اشكرك يا كابتن محمد، وبالتوفيق باذن الله، وان شاء الله نبارك لك في نهايه البطوله بتتويج البطوله باذن الله. ان شاء الله، شكرا ليك وشكرا ليكم جميعا.